انت تاني اروع هيشه في اطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك. على بشكل الشاف انت هي الشاف. الكوسكوس كاين اللي يقول لك غير تاع العجوز، كيما يقدر يقول لك نحب الجديد بالدقلا والجوز. على كل حال ومهما كان عجاين اكسترا بنان هذا مكان، عجائن إكسترا بنان هذا مكان. خلال شهر رمضان 2019 إكسترا عجائن بن حمادي، عند شراء كسكس 1 كيلوغرام متوسط نتضامن بواحد دينار للجمعيات الخيرية. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. بركة رمضان على كوندور. استفادوا من أسعار استثنائية على تشكيلة هواتف كوندور غريف تي 5 T7 و البلوم L2 برو ابتداء من 11000 دينار. توجهوا حالا لنقاط البيع للاستفادة من العرض. مع كوندور تلقوا الهواتف بالسعر اللي يوالمكم. كوندور تتمنى لكم سهرة ممتعة. فاتوا الايام حين كبار الركدي هان يا ياما وليدك ولد حلال وصبار من اللي رحت ياما فاتوا الايام حين كبار الركدي هان يا ياما وليدك ولد حلال وصبار ما تخافيش عليا يا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا ما نتهلا في خوتي صغار ما تخافيش عليا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا ما نتهلا في خوتي صغار في دار وحدنا متنا أنا وخوتي عايشين فيها وكي رحتي شحال تعذبنا يما وكل راح يما في جهة استلغوني بالليتين عايش مقهور بهذه الكلمة من اللي رحت يا ما فاتوا ليام حين كبار الركدي هان يا ما وليدك ولد حلال وصبار انت تاني اروع هيشه في اطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك. على بشكل الشاف انت هي الشاف. شكون دارت ولي خان؟ جات سقسات عليا وجابت لي الخير معاها. جابت قفه. جات طبطبت مسكينه وجابت لي القفه. شافيها هادي. شو اللي قلتي لها يا بنت الكلبين على والديك؟ لو كان جيت راجلها في دارك ولا في مرتك، ماشي قايصني وقعد الجوالين يجيبوا لي الماكله باش ناكل. انا واحد ما يصدق عليا. انا نجيبها بذراعي. قضية كبيرة عليك وما تقدلهاش. صح كي درتي فريتيها؟ رحت عند خالد وهدرت معاه في الجزائر وقال لي غادي يفريها لك. تو مرزق يعطيكم الصحة.
خيركم ما نساش، تبقى على خير. راكي اونسينت؟ كي خويا بالبركة عليك، فرحت والله لا فرحت لك. شتي ربحت عليكم في الدار؟ مدام سليمة راهي اونسينت. ماكش فرحانة الحاجة؟ حط الشرف في يدك وخرجي. علاه بنتي راكي دايرة في روحك كيما هكا؟ سليمة ما حسيتش كاع المكتوب شراه دايرنا. ليلى على بالي بلي كيزعفانا شوية طولت عليكم، بصح والله صبر عليها غير نهار ولا يومين نجي أنا وياها. بغيت أقول الصح، أمك ماهيش باغيتني. أنا ماما مش باغيتك تخدمي، بصح ما بهذي غادي نقنعها فيها. إن شاء الله ربي يسهل، هاي تبقى على خير. ليلى راكي شابة. يسلمك. الو وي مرزا وازين اخويا شاولا كنت غلط ولي كنت غلط على بالك عامل لي لبيتي في البرد انا اخويا اسمح لي زليخا اش راهي ندير انا ما على باليش سقسي نسيبتك تفهمك شي تفهمني اي نهضر معاك ما على باليش مدام سليمة تقولي ما تدخليش روحك ماكيش عارف تدرهم هاك فاهمين تاع الدخان تاعك ما تزيدش تعيط لي وما تدخلنيش في لي بروبليم تاعك اش راك راه شباب من الفوق حاجه شر ما تجي من عندي تا عمرك ما كنت عندك ودك على بالي ما فيك سلامان متشرفين انا ابراهيم اعطيهم على الاجر لامي ما عندناش بزاف من يقال الله يرحمها ويسالي شوف زينو غادي نقول لك زوج كلايم قدام ندعس انت جاري وكي خويا وقفت معايا انت ومرزاق في محنتي يعطيكم الصحه فوق الراس والعين بصح باه تقعد تتمشى مورايا غادي مولي هذه ما نقبلهاش عندها ما تهضر هذه يا المعلم تاكل على شقاها ها مانيش تخليني مع خويا ربي يرحمك ويدخلك الجنه ان شاء الله أما لا دراهمك راك جاي مع قاعد البوندا انا مش وحدك شبالك تا ما تعرفنيش هما صحابك يعرفوني غايه برا صميمتي العزيزه صرا حاجه في الفرونجه داركم نحرقها بها بمواليها غادي نحكي لك حاجه بصح تقعد بيناتنا وبالك تقول باللي انا خبرتك احكي صاحبي مالك عمي ابراهيم اللي مات بو مرزاق وزين امهم الله يرحمها قتلها ابوها مغلطه حسبها راهي خادعتها على بيها مرزاق ما بغى يحل بحتى واحد صاحبي هذا دوسي حكى لي زين هو اللي راهم متفاهمين وقال لي بلي راهي طالبه في شرط تاعها حانوت باش تكوني مهنيه انا عندي كلمه واحده ما نوليش فيها هدرتي هو لا رضا يعرفني انا الحانوت ما نطولش ونجيبها لها اش قلتي فيها انا حتى نشوف الحانوت بعيني ومن بعد نقول لكم رايي بداو غادي تفهميني شي هذا وراهي ليلى ليلى راحت للجزائر البارح غتسمع انا حتى ليلى نسمع انت راكي قابله نورمال تبعثيها وحدها لالجي ليلى لقات خدمه وبخلصه شابه شارك باغيها دير سي نورمال تروح سمع هكا ولات الهضره دروك ياك هي قالت بلي الخدمه هذه باش تعاونها لو كان ربي يجيب المكتوب وتزوجو ما تنغبش هذا شا كاين ما تقلقش روحك ولدي ربي يحفظك راني نحكي على زينو مرزاق هذا الزوج جمع بوهم مات ما بغاوش ما يروحوا يشوفوه على خاطر بوهم الله يرحمه قتل امهم درت هذا الفيديو باسمي انا ليك انت يا مرزاق وليك يا زينو بعد عرفوا بلي نتوما انا مشي تابع بكم كاع والعباد اللي كيفكم ناكلهم ماكله انا حبك تعرف بك تبقى توجور كونتا سيغ مو وداكش ما تسحق راني هنا نقولك صح انا اللي نسحقك في حياتي ما بيش وعيش بتاع كي نكون معاك نحس روحي في الامان شوفي داليا كرك بيت قادي معايا اللي اختفامي بلي انا عندي بزاف مشاكل في حياتي ومازال ما ريقلتهمش كان تاني راني مدابز مع روحي خاطرش كان نبغي نوض قول ما نهضر معاها ما نرفد عليها تيا قارية لاباس بيك تستاهلي واحد هاني مقابلك غير انتي
خاطرش نقول لا، هاد الهضره ما نقدرش نقولها لك باسكو حتى انا راني محتاجك في حياتي. شوف انا نخاف عليك. ما تخافش عليا، على بالي نبان فراجيل، بصح انا راسي خشين ولي في راسي نديرو. هيا صح، انت يا قاريه وبسيكولوج وتفهمي الغاشي وكاع. قولي لي كي نبان لك انا؟ كيف تبان لي؟ في حياتي عمري ما عرفت واحد كيما نتايا. Tu es unique. Y a pas une seconde qui passe sans que je ne pense à toi. وهادي عمري ما صارت لي. مايكل. مايك. ما. ايه ولدي الله يحفظك ولا ينصرك. امين. صاحبي. بزاف. وي صاحبي. انا مسحقك صاحبي. كل خير شكاين. ما تخلخش. شكاين شادر زين. ما دار والو. داك الرخيص تاع تيتو. مالو جا الحومة؟ بلا ما تقدرش على ما بلا رجل أمك ما أصنع بلا ما تقدرش على ما بلا ما تقدرش على ما بلا بلا فمك رجل أمك ما أصنع بلا بلا ما تقدرش على ما ما تقدرش على ما رجل أمك ما أصنع بلا ما ديك الحاجة درك مليحة ما ديك الحاجة بالخبار أمك بتبامي بلا ما تقدرش بلا بلا والله يلمك بأسلم سيبتك انت ما تتعب بالك ماك هو اللي يقبلها بلا 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 فمك ماك هو اللي يقبلها بلا بلا فمك سيبتك انت انا ما شفتهاش على بالك والله يلم أسلم بلا هات واحد رخيص كيما انت على بالك بلا بلا فمك بلا فمك Hey!
ديري بوز وغاولي روحي على لاباج فيسبوك تاع لافاشكي غيشيف عندك ما تتفرجي. كوسكوس اذا ماشي تراديسيونال جامي يمسو لو ادور يامو دو مودو نويفو. وكاين اللي يحبوا بطريقه جديده فاصون تيراميسو. على كل حال ومهما كان جاين اكسترا بنان هذا مكان. خلال شهر رمضان 2019 اكسترا عجائن بن حمادي عند شراء كسكس 1 كيلوغرام متوسط نتضامن بواحد دينار للجمعيات الخيرية. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. مانيش باغي نهضر. هاي سمعي سمعي مش قاعد تزيدي تعيطي لي، ما تزيديش تعيطي لي حتى نعيط لك فهمتي؟ ما تزيديش تعيطي لي. فهميش مانيش باغي اسمعي اسمعي صاير روحي خطيني 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 يا رب العالي خطيني ما تعيشش معايا انا انسان نعيش وحدي انا انسان عايش وحدي ما تفهميش ما تقدرش تعيشي معايا على ذاك الرخص اي امك هادي ماتت بالكونسير ولا قتل هذاك الراجل منى دوك ماتوا في زوج الله يرحمهم شي الفايده كي تعرف لا انا بعيد عنك نعرف بي نعرف فهمني على ما تحكي ليش انا واه قتلها ابراهيم قتلها ظلم منى ما دارت والو منى شريفه منى ما دارت والو قتلها ظلم انا على بالي بكلش انا دكت معاهم دكت معاهم ولا شاه غير تنبش موراهم تهنيت دروك كيعرف الصح تهنيت باللي منى ما تسواش زيدو راك مقلق وانا مقلق مش قادر نهضر لا مانيش مقلق راني نقول في الصح انا نهضر الصح بغيت تعرف هلكت لي حياتي بغيت تعرف امك بغيت تعرف بوك بغيت تعرف احنا شكون ما يهمنيش انا عرفت دروك راك فرحان مين عرف بلي احنا ولاد حرام زيدو بغيت كفلني كفي ما يخرج مانيش خدام خليني وحدي خاطر احنا ماناش ولاد حلال وكان جينا ولاد حلال لو كان ماناش خيال كنا قاريين ولا واحد تعاود تهضر على اختك هذيك باسكو اختك هذيك كيفها كيف امها زينو زينو لا لا زينو خو كبير عليك لا لا مرزاق عمك مرزاق لا Thank you.
داكشي كاع حق عليك، والله ما كاش لازم تدير عليه، هذا اخو كبير عليك دابز معاه، خرج برا دروك يدير كاش حاجه في روحه. عمرها ما بات برا، راهو تليفونها خلاها. وين يروح زعما؟ كيروح عند كريم؟ لا محال. ما الو واما وا انا عند زينو في الدار، دوك نجي ما تقلقيش. صح غير روح روح روح. لا صاحبي نقعد معك والله ما لا لا حظك غير روح خويا. صح كاش حاجه عيط لي صاحبي. نعم هاي ما تقلقش روحك خويا. الو لا زينو خو خو واسطة عندك خطب دبزنا واخرج زعفان. لا غير صرات حاجة هكا تزاد دبزنا واخرج زعفان، واني خايف كاش ميدير حاجة في روحو. اي صح نستناك. صح الله يسمعنا سمع الخير ان شاء الله. هاي دليل نهوضوا على الزوج تاع الصباح. ودي يا داليا بنتي لا بغيتي روحي باتي معنا. الله يسلمك. يا خويا
فاتوا الايام حين كبار رقدي هانية يا اما وليدك ولد حلال وصبار من اللي رحت يا اما فاتوا الايام حين كبار رقدي هانية يا اما وليدك ولد حلال وصبار ما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خطي صغار ما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خطي صغار في دار وحدنا متنا أنا وخوتي عايشين فيها وكي رحتي شحال تعذبنا يما وكل راح يما في جهة الناس تلغوني باللي تين عايش مقهور بهذه الكلمة من اللي رحت يا أما فاتوا ليام حين كبار رقدي هانية يا أما وليدك ولد حلال وصبار تمنى لكم سهرة ممتعة. بركة رمضان على كوندور. استفادوا من أسعار استثنائية على تشكيلة هواتف كوندور. غريف تي 5 تي 7 والبلوم ال 2 برو ابتداء من 11000 دينار. توجهوا حالا لنقاط البيع للاستفادة من العرض. مع كوندور تلقوا الهواتف بالسعر اللي يوالمكم.